الهدف الثاني بدك لاحظ الكرة ملعوبة طويلة. شوف لا اللاعب في وضع تسلل، اللاعب في وضع تسلل واضح وبعيد، واضح وبعيد اللاعب. وهدف ثاني سجل ريد بالدقيقة 80 من عمر المباراة. ريد يسجل الهدف الثاني وهدف الشخصي الرابع هذا الموسم. ريد أو السابع هذا الموسم سجل 6 أهداف في شباك ميلويل، في شباك تشارلتون، في شباك دونكستر، في شباك ويغان، في شباك واتفورد، وفي شباك بولتن. هذا هو الهدف السابع. شوف اللعب بعيد، شوف حامل الراية أشار على وجود حالة تسلل غريبة، يعني غريبة. المساعد رافع وأشار على أنها هدف، رايته كانت واضحة وعالية بوجود حالة تسلل. الغريب غريب أنه المساعد رافع الراية على أساس أنه حالة تسلل وبالتالي يغير راية. يعني الآن اللقطة بالإعادة لو يعيدها المخرج، المساعد إدوارد سيمارت يشير إلى وجود حالة تسلل. على كل حال إدوارد سيمارت كان رافع الراية، لكن ليش غير راية؟ هدفين لفريق